السلام عليكم شباب، مساكم الله بالخير. شلونكم؟ اموركم ان شاء الله بخير وتمام الصحه والعافيه. طبعا اليوم علمكم شلون تسوون فري كام لبطل فيات فور. طريقه سهله جدا ومرادة لاي شيء. طبعا اكو وين ناس يعرفوا له، بس اكو قسم لا خامل الاكثر ما يعرفوا له. شلون نشيل العلامه، شلون نشيل الغراض والاشياء. المهم اليوم اعلمكم شلون تسوون فري كاميرا، نشيل الغراض وكذا، تصير فري كاميرا يعني براحتك تصور. طبعا طريقة سهلة هواي، ولا حد يدوخ نفسه ويتعب نفسه ميراد لأي شيء. طبعا بداية طبع البطل لوك وتختار السيرفر اللي تريد انت، ونصيحة يعني طبعا البلاير، طبعا بس نصيحة يعني من تصورون فري كاميرا صوروا بالكونكوست. ليش؟ لان الكونكوست اكبر شيء وافضل شيء الكونكوست بالتصوير، لان تقدر تاخذ راحتك مو دومينيشن وتيم ديث ماتش. المهم تختار السيرفر اللي تريد انت. لو تلاحظ ما تقول له جوين، لا تقول تقدر جوين، ثلاث اختيار عندك، هذا اهم شيء. حتصور فري كاميرا، ادوس عليها، تنتظر احد ما يجون عندك السيرفر يسوي جوين، وبعدين انت تختار يعني الفري كاميرا، يطلع لك الاوبشنات والغراض اللي تختارها انت. ننتظر لحد ما يطلع. طلعتنا مثل ما تشوفون عندكم فوق كتابات تيبل توب، فيرست بيرسون، ثيرد بيرسون، فري كاميرا. تقدر تدوسه بالدقم مال الكيبورد، تقدر بالماوس عادي. فدوس رقم يعني F4 حتى تصور فري كاميرا، يعني تقدر تتحكم بالكاميرا. واو، عندك الدقم 1 2 3 4 المكان مال التصوير، تقدر تبدي من اي مكان تتحرك. مثلا انا دا اتحرك مثل ما شفتوا. يبقى شنو، شلون نشيل العلامه؟ دوس حرف ذال، دوس يو تاب 0 ودوس انتر، راحت عندك العلامه مثل ما تشوف. كل العلامات راحت، تصور براحتك وين ما تريد. عادي تجيب البرنامج التصوير مالك وتصور عليه فرابس او اكشن. انا بالنسبة لي استخدم فرابس، وكل واحد بكيف ايش يستخدم. مثل ما تشوفون بالشيفت يسرع عندك، مثل ما هاي اسدوس الشيفت يسرع اسرع. مثل ما تشوفون عادي تتحكم بطبيعتك براحتك، تصور تاخذ راحتك بالتصوير مثل ما تريد. اكونك بس تشوفون كبيرة وبراحتك تقدر تصور اي شيء. اطلع انا شوية عالي فوق الحدود، تاخذ راحتك بالتصوير وين ما تريد تروح تروح. واكو سالفة، مثلا اكو ناس يقولوا مثلا ما شلت العلامة، شو ترجع العلامات؟ طريقة سهلة وايد، ادوس ذال تاب، ذال يو تاب 1، يعني بدال 0 1، الصفر شيله والواحد يرجع العلامه معك مثل ما تشوفون. ان شاء الله استفادتوا من الدرس، وان شاء الله افتهمتوا منه. مع السلامه، اشوفكم غير مواعيد. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down.